السؤال الثاني، هل يجوز للمسلمين ولا كافر لهم إلا الله أن يشاركوا في مؤسسات التأمين بدفع قسط شهري؟ أقصد المسلمين في الأقلية، هذا السؤال، في البلاد التي لا دولة إسلامية فيها، تتكفل الشركة بموجبه بدفع أقساط تعول أطفالهم بعد مماتهم، وما هو واجب المؤسسات والحكومات والشعوب الإسلامية تجاه الأقليات؟ هذا سؤال آخر. السؤال، هل يجوز للمسلمين ولا كافر لهم؟ وهناك أسئلة بهذا المعنى كثيرة. الذي أعلمه من عقود التأمين أنها مبنية على الغنم أو الغرم، وكل عقد يبنى على ذلك فإنه من الميسر. الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أضرب مثلا مما أعرفه، لو أمنت على سيارة تدفع كل سنة 1000 درهم على أن تضمن الشركة ما يحصل على هذه السيارة من تلف أو نقص، فإذا مرت السنة ولم يحصل لهذه السيارة تلف ولا نقص كان الغانم الشركة، والغارم دافع الدراهم. وإذا قدر على هذه السيارة تلف أو نقص يستهلك أكثر مما أعطيت الشركة، كان الغانم الدافع والشركة غارمة. وكل عقد على هذا الأساس فإنه من الميسر المحرم. لكنهم يذكرون لي أن بعض البلاد يجبرون فيها على التأمين، يقول لا بد أن تؤمن، فما موقف المسلم من هذه القضية؟ أرى أنه يدفع ما أجبر عليه من المال للتأمين لكن بغير اعتقاد أنه عقد، ولكن باعتقاد أنه دفع للظلم، ثم إن لم يحصل عليه نقص فهذا من نعمة الله عليه، والدراهم التي أخذت منه ظلم يجدها يوم القيامة. وإن حصل عليه نقص فإن كان بقدر ما دفع فهذه بتلك، وإن كان النقص أكثر مما دفع فهذه نعم، وإن لم يحصل عليه نقص، أقصد أن هذا الرجل إذا لم يحصل عليه نقص اعتبرنا أن ما دفعه ظلما محضا يجده عند الله يوم القيامة، وإذا كان الذي دفع هذه الدراهم حصل على سيارته نقص أكثر مما دفع فإنه لا يأخذ إلا مقدار ما دفع فقط. لنفرض أن النقص الذي حصل على السيارة يساوي 10,000 درهم مثلا، وهو لم يدفع إلا 1000 درهم، فإنه لا يأخذ إلا 1000 درهم مقدار ما دفع فقط، وبهذا تكون هذه العملية موافقة للشرع فيما أعلم.